السلام عليكم الزول في اللون، ودائما الله يرضى عليكم. التعليق الاول ديالكم هو شعارنا الخالد، الله الوطن الملك وسير على بركه الله. السؤال ديالي: لماذا كل الدول العظمى تريد التحالف مع المغرب، مع المملكه المغربيه؟ انا غادي نعطيكم اولا واحد الخبر اللي وصول البارح ديال وزير المكلف بالدفاع الالماني توماس هيتشلر، البارح في زياره الى المغرب، وقام بلقاء سي جينيرال دوكور عبد اللطيف الويدي ومفتش العام للقوات المسلحه الملكيه والقائد وقائد منطقه الجنوب محمد بريد، والسفير البارح ديال الالماني بالرباط، كلهم تلاقاو وذلك لتوقيع اتفاقيات وشراكه في مجال الحربي والعسكري مع المملكه المغربيه. المانيا اللي كان حليف واحد الوقت، باش ننساوش شنو كان وقع، حتى رباهم المغرب اللي قلنا اللي تيهواش يقدوا المغرب، اللي كان حليف مع الدولة السجائر المجاورة، وكانوا كاع ينوزو اتاكي في شي جرائد ديالهم، وكانوا بغاو ينزلوا لنا النيفو ديالنا باش ما نفوتوش جيران. الا عقلتوا على هذاك الدراسة اللي كانت خرجات بانهم تيحاولوا يهرسوا المغرب باش ما يفوتهاش نيفو اقتصادي او لا صناعي. هما اليوم تيجيو باغيين يوقعوا معاك اتفاقيات عسكرية، لان عارفين المغرب فهاد الشيء ديال العسكر ما يقد عليه الا الله سبحانه وتعالى. والموضوع الثاني هو اتفاقيه كانت توقعات مع الحليف الاول ديال اللي تيقول لك اولاد بوسعاده المسروحين ديال دوله السجائر، روسيا. روسيا كان وقعت واحد اتفاقيه مع المغرب في مجال النووي، وذلك ذاك الوقت في الصيف الماضي خلال اللقاء الافريقي الروسي. انتم عارفين ان المغرب سيستعد لبدايه المشروع في انتاج او لا يديروا محطات نوويه. المغرب بدا فعليا في شقه القانوني، في الشق القانوني، لان هادشي تيبغيو ديزوتوريزاسيون وداروا وخدموا فيهم. والان عندنا حتى مركز المغرب للامن النووي، وعندنا مركز الابحاث سنتسن سين استن في ضواحي الرباط العاصمه، وهذا للبحث والابحاث العلميه في قضيه النووي. اللي ما تعرفش بزاف ديال الناس بان باش تخدم النووي خاصك واحد الماده سميتها اليورانيوم، واول مصدرين اليورانيوم في العالم هي الأستراليا، كندا، والأكبر فيهم هو كازاكستان. ولكن المعري الأول احتياطي، اسمع مزيان، اللي مازال ما قاسوش الناس احتياطي في اليورانيوم، هو المغرب بأكثر من 6 مليون طن احتياطي يورانيوم عالمي، يعني في المرتبة الأولى. غير هو التكلفه ديال التخريج ديالو باقي غاليه، لان حنا عندنا في مناطق بحريه ماشي بحال كازاخستان اللي على البري وتيجي سهل الاستخلاص ديالو. دونك المغرب عنده اكبر احتياطي ديال اليورانيوم في العالم ب 6.9 مليون طن، وهذا الشيء ماشي انا اللي تنقولو، تتقولو الانترناسيونال اتوميك انرجي اجنسي، يعني الوكاله EIEA ديال الوكالة ديال النووي، الطاقة النووية العالمية، هذه معروفة. هاد الطاقة، هاد الأجنسي وهاد المركز معروف في العالم. إذا المغرب عنده أكبر احتياطي في العالم، ولكن لماذا المغرب اختار روسيا وما اختارش امريكا مثلا؟ لان الحلفاء ديالو هما امريكا، لان روسيا، لان المغرب تيتعاملش بالعاطفه، تيتعامل بالعقل وبالفائده للبلاد ديالو، ماشي بحال شي بلدان اخرين تيتعاملوا بالعاطفه ولا بالرشاوي ولا داكشي. لا، حنايا تنمشيو مع اللي عنده احسن منظومه ديال النووي، هي روسيا، واحد الشركه سميتها غوزاتوم. خاصكم تعرفوا بان امريكا دارت الحصار على جميع الشركات
ديال روسيا الا روزاتوم، لان تتعامل معها والمحطات النوويه ديال 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 امريكا بعدها ما يقدروش يخدموا الا ما بقاوش يتعاملوا مع شركه روزاتوم الروسيه. اذا المغرب يختار الحلفاء ديالو بعقلانيه وبالفائده، وخاص ترجع الفائده للمملكه المغربيه. دونك من هنا ان شاء الله غادي يبقى عندنا النووي في المغرب، النووي بيان سور سيفيل، وذلك بجهود صاحب الجلاله نصره الله. وديما تنقولوا عاش الملك، الله الوطن الملك، وسيرنا جيده.